Tania, but the shield of Imasuratu Agania, and never but a very sad in Yahua. Now, Ya Hiba, in the house of the Hibia to Mosara, in the Kuali, in the Fari, in Hitta, in Sipati, Olohiatin, in the house of Rotumbali, and Kasini, by Yahabina, in the Lobby Muslimi. أيها الطلبة الأعزاء ترجع حمية ثقافة الإسلام لدى المسلمين لكون هذا العلم يثير النفس المسلمة إذ به تتمثل بين جرائم الإسلام المسلم عقله وقلبه وفكره وبه يسري المسلم بين ماله وحاله ومستقبله وتعريف حرمة الإسلامية من عناصر ثقافتها ومناقبها وأخلاق الأمة الإسلامية في كل عصر من وصولها خلفة من سلسلة الأخدام القدمية التي هي من مراث المال إذا يجب على المسلمين كما يجب على كل أمة أخرى وأن يتمسكوا بثقافتهم وأن يبعثوا فيها أسباب الحيوية بفصل ما كان مالها وآتيها. نعم يا أعزاء ولم يتموا بهذا الهجوم على ثقافة الإسلام ومع صفاتها فقد صعدوا وصلوا إلى طريق الآخرة هذه العزف على العقول والأفكار حتى أنه تشمل في مصوات الربانية وزعموا أن السنة والإحسان والقرآن أنها ليس من الوحي وإنما مجرد من التفرق. نعم يا أهل الأرثان والإحسان وهذه التحديات المصاهرة من أقوالهم وأفعالهم أقوال أخوانهم إن هذه التحديات المصاهرة من قضاء الله تعالى وعقوبه للمذنبين وهذه قوله تعالى في محكم تنزيله ولنريقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فرجعوا إلى توبة قيام الذكر ونتوبة وسلامة وهذا أتمنى تمني الإسلام وثقافتها وبهذا أختتم كلامي وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا بتمام المودة والمحبة واستعزل من قلوبنا جرور العداوة والصلاة والسلام على من قد وصل رحمة للأمة ونشر بين أصحابه تعاليم الأخوة والوحدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ناصر الأمة كاشف العمى وعلى آله وصحبه البررة. أما بعد، أيها الأساتذة الأجلاء وزملائي الأعزاء وأساتذة الكرام، أنا سعيد جدا بالمشاركة معكم في هذه الآية السعيدة المباركة الميمونة فيزيد مسرتي واعتباطي ما عار بين وجوهكم من ملامح العدالة والإنصاف فإني فرح كره لأن أقوم في محراب أهلكم لكي أتشافى معكم بعضا من الفكريات والفكريات حول قضية ذات أهمية الاتحاد والوحدة مفتاح النجاة والسعادة فأولا وقبل كل شيء يسعدني أن ألقي باقات الشكر والحمد لله الذي أتاحني هذه الفرصة الذهبية. الحمد لله المنعم المتفضل. أيها الإخوة، لقد شرع الله لكم ما يقوي اتحادكم وينمي محبة بينكم ويزيل العداوة والفرقة. شرع لكم أن يسلم بعضكم بعضا فالسلام يعرض المحبة وإلفة والحجر يوجب البراء والوحشة فإذا لقي بعضكم بعضا فليسلم عليه خيركم ما يبدأ بالسلام. وليجب مسلم عليه بشاشة وانطلاق وجهه بجواب يسمعه ويكون مثل سلام أو خيرا منه.
وشرع لكم أن يعود بعضكم بعضا إلى غيره. وعياذ بالمدير تجلب المودة وترفق القلب وتزيد في الإيمان وتغلب الصواب. إخواني لا قد قرأنا من ورقات التاريخ عن سعف كتائب الإسلام إلى أقاليم بعد أقاليم، فعد عن التعالم كلها لرياستها وقيادتها حتى وصلت رسالتها إلى سواتي أوروبا، إلى سواحل آسيا وأفريقيا. كانت كلها بسبب الاتحاد بين المسلمين، اجتمعوا تحت ظلال راية واحدة، راية المحبة والمودة، راية الأخوة والوحدة. حققوا أيها المؤمنون هذه الأخوة والاتحاد بالتحاب بينكم والتعاون على الخير، وفي الأسباب التي تكفي ذلك واجتناب الأسباب التي تضعف ذلك. فالأمة لا تكون أمة ولا تجتمع لها قوة حتى وصلت حتى تكون كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وفي معناها أيضا: وإن الله عز وجل مع من جمع، وأن الشيطان مع من فارق الجماعة. إخواني في الإسلام، من حق المسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الصلاة والسلام على من أوتيه المتفق في الكتاب وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحساب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين. شكر الله مسائنا وأحسن مصيرنا، إنه غفور رحيم وذو فضل عظيم. سادتي عائشة، في هذه آية صغيرة ميمونة أريد أن أسلك بانتباهكم إلى موضوع معين. المسلم لا يدعم الإرهابية. فأولا أحمد الله الذي أعطاني هذه الفرصة الذهبية الثمينة، الحمد لله إني متفضلة. إخوتي الأعزاء، إن أمة مسلمة سجلت أممية الشعوب لا يصل من الأصول أو لدين من الأجيال خاصة ولا لأرض خاصة. إنما هي البشرية جمعاء والأصول المتقالية إلى يوم القيامة. الإسلام دين الأمن والسلام، دين القوام على مدار الخوة والرحمة. دين أسس على سلامة الأمانة، دين استعصر الدور والقوم والعدالة من بين الشعوب والقبائل، دين ما زالت دعائم وقائمة ضد الطرف والإرهابية. أيها السامعون الكرام، ألا تصلون إلى معتقدات دينكم؟ حيث أفاد سبحانه وتعالى بأن هذا الدين مجراه على أمن وسلام.
الإرهابية ألا تشتاقون إلى معتقدات دينكم ألا معتقدات دينكم إسلاما ألا معتقدات دينكم إسلام أيسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الكرامة الفاضلة وجذورنا مسلحة حينما يتأخرون إلى حينما يتأخرون للقصوة مع الأعداء قائلا لا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تقتلوا شجرة كبيرة ولا صبيا صغيرا إخواني في الله دعوني ألفت أنظاركم إلى تاريخ الخلافة الإسلامية وأمرائها وذول وسيرتهم الموجبة تفضلوا بالسماء قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بأن والذي كان أسوة والذي كان أسوة متبعة في تسامح الدين في حين فتح بلاد الشام ومن أيدي أعداء الإسلام حيث أمر حيث رفض أن سلم الله آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله أما بعد ساداتي الأعزة وأصدقائي الأحبة يسرني ويسعدني أن أقدم أمامكم في هذه الخطابة في هذه المسابقة الخطابية بمناسبة مهرجان الكلية لإلقاء خطبة وجيزة حول الموضوع النافذ إن الحسنات يذهبن السيئات فأولا أحمد الله الواحد القهار الذي منحني هذه الفرصة الذهبية الحمد لله على كل حال فيا أحبتي في الله المؤمن في هذه الدنيا يتقلب بين الحسنة والسيئة فالدنيا مليئة بالفتن والشهوات كما هي مليئة بالأعمال الصالحات والعبد بين خروجه من منزله ورجوعه إليه تمر به منال وفتن يبتلى بها فناد برحمة الله ومفطور بخذلان الأهلاء فما موقف المسلم بهذه السيئات يا معشر المؤمنين إنه الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يدع شيئا من الخير إلا ودل الأمة عليه ولم يدع شيئا من الشر إلا وحذره منه وقد قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة بالحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أيها الإخوان وليس المعنى من هذا الحديث إباحة الذنوب ولكنه رفض للقلوب عنهم وبيان أن الذنوب قد قدرت على الناس وأن عليهم أن يتوب إلى الله مباشرة وأن يعود أنفسنا وأن يعود نفسه إلى الله مباشرة كلما أذنب ذنبا وأحدث بعده توبة وكلما أحدث توبة أحدث بعدها حسنة فالحسنة
الله يدل على ذلك الكتاب والسنة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أيها الطلبة الأعزاء، ها هو ذا بينكم قصة رجل مجرم قتل 100 رجل وخرج من منزله بقلب تائب متحيرا من ذنبه الثقيل ومبتغيا لوجه الله الكريم، فبينما هو ذاهب إلى متقي في قرية بعيدة خطفه المنون في أثناء سفره، فنزلت الملائكة الرحمة والعذاب ويتخاصمون في معادته إما إلى جنات الفسيح أو إلى نار جهنم، فقضي الأمر بين ذلك بينهم بقياس البعد، بقياس البعد بين بلدة خرج منها وبلدة هي غاية سفره. أخيرا أدخل الجنة وقد فاز ممن أتى بقلب وقد فاز وصار ممن أتى بقلب سليم. أيها الإخوان، إننا نتعامل مع رب كريم رحيم سبحانه وتعالى يقبل القليل ويجزي الكثير ويقبل توبة التائبين، وعلينا أن نعود إلى الله مباشرة كلما أذنب ذنبا وأن نبادر بعده بعمل حسن يمحو. فوفقنا الله لهذا، ولا إطالة، سامحوني في الختام وأختتم كلامي هاهنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.